مرتبة كينج من شركة يانسن، مرتبة طبعا كويسة جدا جدا. الشاسيه بتاعها برضو شاسيه ألماني كويس، وفيها ارتفاعها 23 سنتي زي ما انتوا شايفينها. وده شكل الموديل زي ما انتوا شايفين من الجنب، طريقة الفينش والتشيب بتاعه طبعا الشركة عاملاها على أعلى مستوى. يعني هو برضو سعر اقتصادي، بس الشركة مقللة في الربح بتاع الشركة نفسها ان هي تطلع لك الموديل بالشكل ده كده. وطبعا نازل عليه برضو زي ما انتوا شايفين الموديل اهوت يانسن كينج، والسيريال نمبر بتاع المرتبة نازل عليها كينج يانسن، مقاس متر في 195 زي ما حضراتكم شايفين. الموديل ده كويس جدا جدا يا جماعة، وسعره اقتصادي تمام. اسعاره في 120 بتبدأ من 2500 جنيه تمام، في ظل الظروف اللي احنا فيها مع الجودة بتاعة المنتج والكواليتي اللي محطوط فيها، فده سعر كويس جدا. ارتفاعه برضو للأطفال مناسب، 23 سنتي أو 24 سنتي، ده برضو ارتفاع كويس جدا للأطفال تمام. زي ما انتم شايفين شكل القماش بتاعه حتى جميل جدا، وقعدته برضو مريحة عشان هو فيه قطن، يعني ارتفاعه 23 سنتي ومتاح فيه قطن. ده موديل اسمه كينج من شركة يانسن، ارتفاعه 23 سنتي، بس مش متاح منه مقاسات كبيرة، متاح منه بس مقاس متر و120 تمام. ده الموديل كويس جدا زي ما انتم حضراتكم شايفين، شفتوا شكل الموديل تمام، زي ما انتم شايفين اهو ارتفاعه اهو تمام. واحنا برضو لو احنا قعدنا عليه كده قعدته برضو كويسه جدا، مش اللي هو بقى برضو تحس بالسوسن او كلام من ده، وكويس جدا يعني ينفع في الاطفال كويس جدا. والمتر بيبدا فيه من 2100 تمام. ده بالنسبه ان مرتبه ينتم بالكواليتي ده سعرها كويس جدا جدا، والشركه فعلا عامله عليها سعر اقتصادي حلو قوي. في برضو موديل تاني اللي هو موديل الماني توسط القطن، ده اشهر موديل طبعا يعتبر شركه ينتم تمام. الموديل ده كده يا جماعه الموديل اللي هو ارتفاع 25 سنتي، بيبقى اسمه الماني سوسط وقطن، ارتفاعه كلي 25 سنتي تمام. ده برضو مناسب للسراير الكبيره في الوقت الحالي، لو انت عايز تاخده في سرير 160 او كده كويس جدا، وفي سفنج وقطن وسوسط، وطبعا قعدته برضو كويسه جدا ومريح لو انت عايز تاخده في معظم العملاء كانوا بياخدوه في الاطفال مع المرتبه الكبيره بقى لو هي السوسط منفصل او كده. بس حاليا لو انت مثلا عايز توفر او تعمل سعر اقتصادي شويه وتاخده في الاطفال، برضو سعره هيبقى بالنسبه لك مناسب، وكجوده وراحه كويس جدا، مش يعني مش هيبقى فيه مشكله او هيحصل فيه مشكله. ده طبعا شكل الموديل من الجنب زي ما انتم شايفين، الماني مكتوب عليه الماني يانسن، وده شكل القماش بتاعه زي ما انتم شايفين. ده برضو من الموديلات الكويسه قوي في شركه يانسن تمام. ده موديل اسمه الماني اللي هو الماني سوسط وقطن، ارتفاعه كلي 25 سنتي. ده كويس قوي للاطفال لو انت عايز بقى تاخد حاجه في الاطفال اعلى من اللي هي الكينج دي. برضه ده سعره في الاطفال 3400 تقريبا، وفي الكبير برضه ممكن يبدا في 160 من 4100 تمام. ده كويس قوي. هديكوا برضه موديل تاني في شركه يانسن سوسط منفصله، لو انت عايز تاخد مرتبه 25 سنتي في يانسن سوسط منفصله بسعر كويس، هتاخد موديل اسكاندي اللي هو بالشكل ده كده. ده ممكن يشتغل معاك اطفال عادي، ده طبعا مقاس اطفال مكتوب عليه اهوت المقاس 120 في 195. ده موديل اسكندي من شركه يانسن، ده شكل الاطار بتاعه من الجنب اهوت، وشكل القماش طبعا القماش بتاعه دبل نت كويس جدا يا جماعه. ده شكل القماش اهوت من فوق، ده سوسات منفصله. ده ممكن بقى لو انت عايز تاخد مرتبه برده 160 او 170 او 120 او 150 بسعر كويس، هو الموديل ده. الموديل ده كويس جدا جدا، وقعدته مريحه وسوسات منفصله مش متصله، يعني لما نقعد عليه برده اهوت هتحسوا ايه، قعدته برده كويسه ومريحه جدا وكويس. شركه يانسن انا بتكلم، لو انت بقى عايز تاخد حاجات حلوه وكواليتي عالي جدا بسعر اقتصادي، فده موجود برده معانا في شركه يانسن زي ما حضراتكم شايفين. ده في ال 160 بيبدا تقريبا من 6300 جنيه او 6400 جنيه، فده بالنسبه للسوسات منفصله يانسن في السعر ده طبعا كويس جدا جدا، الكواليتي بتاعها عالي جدا، في تشينج سوبر سوفت وفي سوسات منفصله طبعا قعدته مريحه بقى، سواء لو انت هتاخده في سرير كبير او انت عايز برده تاخده مع مرتبه ثانيه مثلا اعلى للاطفال هيكون معاك مريح جدا. والفكره يا جماعه في السوسات المنفصله في الاطفال، اللي انت لما تنام على المرتبه بشكل طولي، يعني لما تنام كده المرتبه بتاخد شكل الجسم، فبتديك طبعا راحه واحساس في النوم مختلف خالص، فده برده كويس قوي لو سواء لو انت احتاجته لسرير كبير او اطفال تمام. ده برده من الموديلات اللي هي مميزه جدا في شركه يانسن. احنا حبينا بس نعمل لكم، وطبعا موديل كاتراكت في يانسن برده هنعمل لكم برده عليه ريفيو كده بسيط تمام. موديل كاتراكت وبوكيت يانسن دي من الموديلات برده اللي هي كويسه قوي في شركه يانسن، ويعتبر اشهر موديل في شركه يانسن. ده يا جماعه هو شكل موديل
شكله موديل كاتراكت من يانسن، ده اللي هو ارتفاع 27 سنتي زي ما انتوا شايفين. موديل يانسن يا جماعة اللي هو كاتراكت، شكله القماشة بتاعته هي الشكل ده ما بتتغيرش نهائي. بالنسبة لكاتراكت يانسن ده شكل الموديل ما بيتغيرش نهائي. طبعا ده بينفع للسلالك الكبيرة، لو انت عايز صوت متصل حاجة كويسة، في منه ارتفاعين 27 و30 سنتي. وده شكل اللي هو التيكت بتاعه هنا، هو الليبل بتاع كاتراكت ده ما بيتغيرش نهائي. تمام، ده شكل موديل كاتراكت من يانسن، ده ارتفاع 27، في منه كمان ارتفاع اعلى بيبقى 31 سنتي، فده برضو من الموديلات اللي هو يعتبر اشهر موديل كان موجود في الشركة بقاله 50 سنة كاتراكت ده، وكانت ناس كتير جدا بتاخده. بس في الفترات الاخيره بقى كله يفضل ياخد في المقاسات الكبيره اللي هي السوسه المنفصله، فبقت بوكيت يانسن وسكاندي والحاجات دي بقت تنطلب اكتر وبتتاخد بشكل اكبر. وده يا جماعه برضو شكل بوكيت يانسن اهو يا جماعه، موديل بوكيت يانسن، عشان طبعا ده احنا تقريبا ما عملناهوش له فيديوهات قبل كده كتير. ده موديل بوكيت يانسن اللي هو سوسه منفصله، اسمه بوكيت كوتون، اسم الموديل بوكيت كوتون، ارتفاعه 27 وفي منه 30، يعني في منه ارتفاعين. ده سوست منفصله مش متصله، ده شكل الموديل. وبرده لو احنا بصينا على تفاصيل القماش، القماش بتاعه دبل نت ومكتوب بقى محفور فيه كلمه يانسن في القماش، يعني بين تفاصيل القماش كده مكتوب كلمه جانسن اهو بالانجلش، جانسن كوتون في قلب القماش نفسه. القماشه بتاعت البوكت يا جماعه ده شكل القماشه ما بيتغيرش نهائي، تمام، لون اوف وايت ومحفور فيها اسم يانسن بالشكل ده. ده اللي هو الموديل بوكت سوست منفصله، دي ارتفاع 27 سنتي. طبعا اسم الموديل بيبقى مكتوب هنا ومكتوب عليه برضو السيريال نمبر بتاعه يا جماعه، محدش ياخد اي مراتب مع السيريال نمبر، الشركه السوست المنفصله في يانسن بالذات. تمام، بوكت اهوت 120 مترين، ارتفاع 27 سنتي، ده السيريال بتاعها. طبعا هي مرتبه كويسه جدا برضو، بتشتغل على الوشين، ارتفاع 27 وفي منها 30، بس الارتفاع الاكتر في المبيعات والسحب عليه اكتر اللي هو ارتفاع 27 سنتي في المقاسات الكبيره او في الاطفال لو حضرتك حابب. فده كده شكل الموديل بوكيت يانسن. طبعا احنا بنقول لحضراتكم الموديلات اللي هي الاقتصاديه، اللي انت لو عايز برضو حاجه عاليه وسعرها كويس، فعملنا لكم كذا ريفيو اهوت على كذا موديل من الموديلات اللي هي الاشهر والافضل في شركه يانسن. في طبعا موديلات تانية مختلفة اعلى وفي حاجات برضو اقل، بس انا بوريكم الموديلات اللي هي المميزة في الشركة. تمام، ده كده يا جماعة يعتبر برضو انا قلت لكم على كل الحاجات اهوت اللي هي ممكن تكون معاكم في شركة يانسن كويسة. وبرضو في بعض العملاء كانوا طلبوا مننا ريفيوهات على الموديلات دي بالذات، وان شاء الله باذن الله هنعمل لكم برضو في الفترات الجاية فيديوهات مختلفة باشكال جديدة وعلى الموديلات كلها باذن الله. دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناة عشان نقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم الكاوي، شكرا.